بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين اطلب اكسبو او عملاق كهربائي، ما اعرف. طبعا في واحد من اول يوم برمضان، في رمضان طبعا ثاني يوم الظاهر او اول يوم، شافني ارد على الناس اقول عليكم السلام كل عام وانتم بخير، ما ادري بعدها هسب وطلع من القبيله. اوكي يلا بنشوف معارك الحرب في حسابي الثاني. بسم الله. مرتزة من إيران. يلا لا 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 خفافيش من حسابها. الله يهين انزل رامي سيها عشان يضرب الجميع كذا، يضرب هذا من ورا التريلات. حلو. نزل مدفع مورتر، اكيد الفارس تضرب من هذه المسافه، تضرب المورتر. ايوه لا 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 هذا اللي ما حسبت حسابه. ضاع الاكسير، ضاع الاكسير، ضاع الاكسير. البيكا وينك؟ ما انت موجود. يا الله يا الله والله مشكلة والله. إذا قفل الحين بتصير كارثة. الله يعين. بس الخفر فيه شوم القلق لأنه ما عندي أسهم. بس انا خاف يجون البرابرا البربيريانز وانا ما عندي البيكا. هذا الحين صار هاجسي وخوفي بعد المباراة. والله يعني ما ادري من وين اي جهة بتجي البرابرا ومتى بجهز البيكا. اهم شيء لا لا يا ساتر حركات طبعا القاطعة تجي كذا فجأة والله تخرب كل شيء. شوف الآن خاصة إذا كان سوى دامج. قبل بيصير بس باقي ضربات بسيطة بالقاطعة وخلاص، وهذا شيء مخيف. حلو الساحر تركنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله كان شوي سهل البرابرا ماكس طبعا هو الرعب. اوف مع بالتشكيله امريكا الشماليه. اوكي متعبه اللعبه. الحروب بالذات تحس كل معركه هي فعلا معركه حياه، معركه يعني الخسارة واردة جدا فيها كل المعارك. فهذا الشيء متعب يعني لأنه ضغط نفسي يعني الخسائر الكثيرة، وتتخيل الضحكات الخصم وتتخيل أنت بالمباراة. ف
أظن يعني المركز الرابع مصيرنا، مستحيل يعني نقدر نجيب المركز الثالث أظن. طيب المجموع كم؟ هذا المشكلة يوم معركة أوكي محبين كلاش رويال شكلها قبيلة زينة. طيب ما هي بزينة. أوكي على العموم على العموم هو نفسنا بالحرب، هذولا نفس نقاطنا بالحرب 1600 تعتبر زينا تقريبا. او حلو حلو الاعلام، حلو العلم ذا جديد. يلا بسم الله. ميجانايت شكله ميجانايت، يا الله شوف كيف التخريب. ما ألومهم يعني إذا كانوا الخصوم ما يبدون مباريات. شايفين هذا مضاد، مضاد مضاد بكل الأشياء، باولر وفارس والليفلات. يلا نحط الإكسبو، ما أدري متى بيحط الباولر، أكيد إنه بيحط باولر عشان يقفل قدام الاكسبو، هذا اكيد. كيف لا مني بيكا بعد يا اخي، والله شيء مو طبيعي والله، كلهم زي كذا. وبالاخير تتفاجأ انه يعني كله مضاد، شايفين كيف؟ والله قهر اقسم بالله. تطفيش تطفيش والله تطفيش. وجع وجع الله يلعنه. حقيرين والله حقيرين. ايش هذا كل هذا الدفاع؟ الحمد لله. شكلها طبعا مرة، يا ساتر شوف كيف معبين التشكيلة، معبين الخطط. هذه المعاناة دائما 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 في هذه اللعبة وبالحروب، بالحروب بالذات. عندي 300,000 ودي أرقي شيء، مدق المعركة بيكون رهيب، الخنزير بيكون رهيب. خنزير ما أعرف يعني أكيد يعني مجمع فيه أكثر، لذلك يمكن الخنزير يمكن الإكسبو بعد ما أدري.
شوف حسابي الثالث ونلعب فيه مباراة بالحرب وبعدها نقفل. راح 97 سطر المحادثة هذه ما متعودين انه يعني يكون فيه كلام كثير. فيلا نشوف الفارسة. ما أعرف اسمه سياف، ممكن سياف، أظن سياف أو بيكا. يلا بسم الله نشوف الساحرة. طبعا هذه تشكيلة الأساسية، الساحرة وبيكا. طبعا هو الحساب الوحيد اللي تشكيلة الأساسية فيه ساحرة، ف يعني أحيانا أنبسط يعني لما ألعب بالساحرة. اصلا بهذا الخطه اغلب الوقت تكون ليفلاتي اكثر من الخصوم، فيعني تكون مره وناسه يعني. شوف الان ان شاء الله تستمر هذه المباراه زي بدايه هذه وما نتفاجأ بجحفله غير طبيعيه. شوف شوف شوف, شوف, شوف. يا ساتر، لا 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 لا، هذا كثير اساطير. وساحر الثلج، اوكي ساحر الثلج علامه تخريب قويه. الله يعين. اوكي حلو حلو حلو، مباراة روعة، مباراة روعة، كله أساطير. أوكي يلا.